مدينة تكادير. المهم هاد الأجواء اليوم اللي كتشوفوهم، المهم سنة سعيدة علينا وعليكم، وكتشوفوا كتشوفوا هاد الأجواء اليوم احترازية ديالنا مع الأمن، ومهم أجواء زويونة ولاد هاد الإجراءات القانونية اللي دايرين كلشي على مصلحة الشعب ومصلحة ديالنا. داكشي علاش بنادم خاصو يزيد يلتزم ويزيد يلتزم باش الدنيا تنور وتزيد مزيان. المهم شكرا.